السلام عليكم مرة أخرى. محمد الهادي يتحدث إليكم. إزايكم عاملين إيه؟ تعال نروح لمايك. إزايك مايك؟ إيه الأخبار؟ عامل إيه؟ رجع لك الكاميرا بقى عشان الكاميرا بتاعتك معلش. ازيكم يا جماعة؟ دلوقتي احنا على طريق فيوم ورايحين مكان مميز جدا ومعايا اصحابي واقفين هناك، ودلوقتي هنركب العربية ونتحرك على هناك. يلا بينا. وحديدي كمان معنا. يلا بينا، يلا نتحرك، يلا نتحرك. السلام يا جماعة، احنا كده اخيرا وصلنا ومفروض هنفطر دلوقتي، بعد كده هنتجه على وادي الريان. ايه رايك في المكان؟ احنا لسه مبدأناش، مستنيين نخش بقى. يلا بينا بقى نخش. واحنا دلوقتي وصلنا شوارع قرية توريس. المكان ورانا زي ما انتم شايفين في شوية رسومات حلوة قوي، واحنا عمالين ناخد شويه بيرول. فبص دلوقتي على البيرول ده. احنا رايحين عند الراجل واقف مستنينا على البوابه بره، المفروض هياخدنا عشان نركب العربيه الاوفرود ونخش الصحراء. قولي رايكم في البيرول صحيح اللي فات، ولسه هيبقى في بيرولات تانيه جايه جامده جدا. ولو دخلتوا عندي مش هتلاقوا بيرولات زي بتاعت مايكل، لان مايكل بيرولاته مختلفه تماما. بصوا يا جماعه انا هوريكم الفلوجينج هو شغال ازاي. نفطر وعايزين نصور الاماكن اللي جوه ونشوفها عامله ازاي. لكن لو بصيتوا ورايا هنا، المكان اللي ورايا ده اسمه بحيره قارون. تحس ان هو بحر، يعني المكان واسع جدا وحاسس ان هو زي البحر بالظبط. بس احنا في الحقيقه رايحين مكان تاني خالص. احنا رايحين حاجه اسمها وادي الريان، وادي حيتان، وكان مكان كده مايكل هو اللي واخدنا هناك. انا ما اعرفش بصراحه رايحين فين. عربيه معاناه الفلوجر. من ساعة ما ابتدينا الطريق وحديدي قاعد فوق مش عايز ينزل تقريبا. يعني بصوا امسك الكاميرا. انا الحلقة جنونة يا جماعة دلوقتي. يا جماعة طلعنا على القمة. المكان ده الصراحة ناخد شوية صور دلوقتي جميلة جدا. بص كده. احنا جوه متحف الحيتان. تعالى اوريك حاجة، تعالى اوريك حاجة. بص شايف ده فيل البر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 ب
مفروض في التجمع كان في زي ديت محمية اسمها محمية الشجر المتحجر، بس كل حاجة فيها اختفت تقريبا. يعني اخوتي يا جماعة
هو ده الهيك العظم بتاعه، الريك فلات العظم. وبعدين هوريكم الحوت اللي مبني المبنى ده كله عشانه اصلا. بصوا طويل ازاي. دول اتنين حوت طوال جدا، ودولك من السلالة اللي هي عندها رجلين، فطبعا دي حاجة نادرة جدا، ويعني دي انكردت خالص مش موجودة اصلا. دلوقتي احنا وصلنا وادي الحيتان، وهو اول مكان المفروض نوصل له النهارده. فده من المكان اللي انا جيت له قبل كده بالعجله. المكان ده جميل جدا طبيعي. الجوبرو بتعلق يا حديدي؟ لا خالص. شفت كنت بتقول بتعلق؟ ايوه فعلا. لا يا جماعه، الفكره الجوبرو على فكره فيها شويه مشاكل. حتى في ناس اعرفها عندها الجوبرو بتعلق كتير جدا، بالذات جوبرو هيرو 6 وهيرو 7. لما مسكتها اول مره شفتها مع واحد خدتها منه، اول ما مسكتها راحت علقت وراح فصل. مسك في الكلمه بقى. بص يعني مسك في الكلمه. اول مره على فكره اتعلم على كده يعني. كل السفريات قلت بقى لها فتره بتعلق كتير. أيوة. تضحك عليهم. كل السفريات كانت شغاله تمام. لا انا هقول لك، انا هقول لك هي بتعلق لما بيجي يصور. anyways يا علينا من اللي هو قاله. يعني زي ما انتم شفتوا كان في صمت كده قوي. ده اروع شعور انك انت تشوف الهيكل العظميه موجوده في البريه كده، بدل ما تبقى حاططها في مبنى كده وبين الازاز، لكن هنا انت هتشوفها على الارض. طبعا هنا المفروض ان هم عاملين مسار، المفروض الواحد ما يخرجش براه، علشان انت خرجت براه ممكن تدوس على حفريه وانت مش واخد بالك. طبعا هو ده الرقم اللي انا مستنيه. ده بقى حوار تاني خالص. ده الحوت رقم 7، وهو يعتبر كامل. اسمه البابيسيليروس تقريبا، يعني بابيسيليروس هو اسمه صعب شويه. وده يعتبر من الحاجات الكبيره الكامله للحيتان اللي هي الكامله، ومعروض قدامنا زي ما انتم شايفين. ده كم متر؟ ده كم متر ده يا عم؟ ده ايه ده؟ 26 متر. الراجل ده من ساعة ما جه هو عمال يشتغلني، يعني مش عارف يعني. ايوه شكله كده 26 27. 26 ايه؟ 26 سنتي ولا على حسب الجو يعني. اللي في الصيف بيبقى بشيل الحتة دي. اشيل ايه ولا ايه؟ انا هشيل كل الفيديو يا جدع، حرام عليك. وده هو الحوت كامل يا جماعة، وده أكتر حوت ليه ملامح باينة في المتحف اللي هو الخارجي. زي ما انتم شايفين ده يعتبر حوت مثلا، انا شايف متر اتنين، يعني ممكن 7 متر مثلا. انا مش مكتوب عليه للاسف، لو كان مكتوب كنت قلت لكم هو كام، بس هو شكله الصراحه يعني كبير جدا. وكانوا قايلين ان هو ده اكتر واحد كامل. هو موجود الجسم الهيكل العظمي بتاعه كله، بس ما عدا الراس تقريبا. الراس دخلت في جوه يعني، هي في الجزء الصخري دوت، فهي مش واضحه. ف يعني ده احنا دلوقتي هنتحرك نرجع العربيه عشان نطلع للساند ديونز. دلوقتي واقفين في حته علشان ناخد شويه سينماتيك شوتس، وبنجهز الزاين كرين. يلا نفتح الزاين كرين. بتشرب بطيخ؟ لا تاكله. بص دي بقى، ده بطيخ الصحراء يا جماعه. لا استنى استنى، انا عايز حبه. ايه ده؟ لا مش هينفع. طيب بصوا يا جماعه، ده مش كليك بيت، احنا فعلا لقينا بطيخ الصحراء او بطيخ في الصحراء برضو. زي ما انتم شايفين في مزرعه كامله ورانا، احنا مش عارفين ايه سببها. والبطيخ دوت يعني شكله غريب، ان هو انت ماشي في وسط الصحراء كلها رمله وصخر، وفجاه تلاقي ان كل اللي موجود صخر شكله بطيخ، وكله متجمع في حته واحده. بطيخ everywhere.
احنا دلوقتي المفروض رايحين على حته اسمها الكهف. كهف هو كهف يعني مش عارف، وواضح ان هو في قاعده بس انا مش عارف، انا حاسس ان المكان ما فيهوش حد اصلا. انا هروح اجيب اللينس الوايد علشان ده تبقى اصعب شويه بالذات في الكهف. فين فين فين؟ خدها بقى. واو كده احسن طبعا. نودع اللينس كده ويلا بينا. ايه ده؟ ويلكم تو الكهف. ويلكم. بقول الصور حلوه جدا هنا. احنا قاعدين جوه كهف محدش يعرف عنه اي حاجه. تخيلوا كده يا جماعه لو حد اخدكم كده سابكم في نص الصحراء. الصراحه مش عارف اصوره لكم ازاي باني كاميرا باني حاجه، يعني الفيو هنا مش طبيعي. كنت بقول لكم الشتاء داخل والشتاء احسن موسم للتصوير زي ما انتم شايفين، هو مفيش احلى من كده. دلوقتي هناخد الثمنيل لهدي. ناخد الثمنيل؟ هاخده وانا مش واخد بالي. طب بصي بقى هنغير اللينس، اكيد كده في فرق طبعا، يعني في دبث اوف فيلد وفي حاجات اكيد حلوه هنا. حاسس بيه. يلا ناخد الصوره. وده كان احلى سانسيت شفته، يعني صراحة سانسيت جميل جدا. ودلوقتي احنا وصلنا القاهرة و هيمشي وهيسافر وهيروح هيرجع دبي تاني، فنحب نقول له يوصل بالسلامه ان شاء الله. وعايزكم كلكم تروحوا تعملوا سبسكرايب لهادي وتدعموه وتقولوا ان انتوا جايين من عند مايكل وبس كده. ودلوقتي استمتعوا بالتايم لابس الاخيره اللي احنا خدناها هناك، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.